تقدرش تحمل انت تسخني يعني تزور على تسخني انت على شكل انما على غير ما زيد غير غير في الجامعه في الدراسه ديال المنظومه اللي خصك يعني هذا صحيح ولا ما كاين تشكح غير في القضيه ديال يعني ذكرتني من كلمه انه النجاح اللي يعني تراكمات اللي داني عبر المراحل ديال كل ترين فعلا الجماعه تعاني في مجموعه من المشاكل البنيه التحتيه المشاكل القضيه ديال الدور ديال النقاط الصوتي كبير كنطلبوا غير مؤخرا كش من يعني كش من يعني ستاتيستيك ثم المساهمه للجماعه الجمعيات المحليه من خلال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه النقص اللي تسكن الجمعيه الاربعه السمكاح يعني يعني احنا جديد من 2009 يعني ايجا من بين يعني الاولويات وفق المقاربه التسويقيه ايجا يعني دعم الجمعيات المحليه يعني الجماعه اللي كناو الجماعه هيك اول جماعات اللي تحضر تحت الاساس في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ثم كذلك بعض المشاريع اللي تسكن حرف الابر بالكهرباء ثم كذلك تيليغيس بعض المشاريع البنيه التحتيه هو يعني بشراكه مع المجلس الاقليمي لبنان مجموعه من الضوابط اللي نديروا بعض لي بروجي من كور يعني الحق ديال اللي تسنيت لافراستركتير اللي في بعض الجامعات اللي تقدر باش تسجل في المدرسه الجامعيه لبنان الا انه فعلا وراني اللي عندي لا المشاكل هذا لا يعني انه اللي الا كتبت كمثال من خلال يعني الهمسه والقطاع الشكل الفلاحي باعتبار ان الجماعه تحتاج من السبتين لان لم تستفيد فقط من هذا من هذا يعني المصدر اللي كان الدعم الاساسي للنمو الفلاحي الجماعه اللي تسن بانه المورد الاول اللي كانت يعني الفلاحه البوريه في حين انها تحتضن يعني مساحه شاسعه اللي سيخسر فالوريزا باش تستفد حريه كمثال القرينه ديال هاد الشركه اللي تسن حد الله نظري بالفلاحه اللي البلد تبارك الله اللي يعني اللي تصير تعرف مزيتها كذلك ثم التزويد بالماء الصالح للشرب بسم الله بعض الضروره الاخوان مثلا تدخل التزويد بانه وجود موجود بعض المناطق الكارنيه اللي تستفد من الجمعيات يعني بالبساطه الامكانيات اللي تمكن في نفس المنتمسات يعني الى ما يمكن باش ندوز نحو الدراسه ثم كذلك دعم الجمعيات الساكنين يعني اريد الدعم في حين انه فعلا جماعه هل العمل بين 23 مليون فايلة للجمعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تبارك الله هذه المشاريع اللي كل تجمع المبادرة احنا جنة الإقليمية يعني أقبل يدين يعني كيف جماعة بطبيعة الموقع تخدم إيه ولكن تقول تخدم واحد وتخدم المجتمع المدني لسنا الأخيرة بأنه الجماعة الفلاحية احتفتت تخدم الجمعيات المحلية يعني كله يدور يستخدم لكن تهدف من هذا المنظر بأنه لربط المكتب القاطية من الدنيا الجماعة المنطقة الأربعية اسمها ما استيقظ في شخص مجتمع المدني اللي ما نرس أكون تشجع لقاء تنحل قدام ماشي تكلس لقاء تنحل قدام لقاء تنحل قدام التالي تقترح حتى البلوات يعني المختلف في استراتيجية الجماعة تبارك الله هذه